معنا عبر تطبيق الزوم سعادة حمد سيف الكعبي المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهذا المنطقة. حياك الله أستاذي. مساء الخير سعادتك. مساكم الله بخير. مساك الله بالنور. طبعا لو بداية قبل ندخل في الحديث عن أهمية الملتقى في هذا الوقت وغيره، نبغي ناخذ لمحة عن اليوم الأول للملتقى. نعم، جزاكم الله خير. بداية هذا الملتقى اللي هو ملتقى استشراف مستقبل الأوبئة ومخاطر التهديدات البيولوجية، هو محور من أحد المحاور أو سلسلة المحاور اللي تقوم بها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. نعم. تحت مسمى المراجعة الوطنية التخصصية. طبعاً هذه المراجعة شملت عدة محاور، ابتداء من تقييم افتراضات المخاطر المحتملة، من بعدها تمت مراجعة الخطط والقدرات والإمكانات الوطنية طبعاً بتوافق وحضور جميع الشركاء الوطنيين. واليوم احنا اليوم عايشين في الجزء الاول من المحور الثالث واللي هو استشراف المستقبل، وان شاء الله انه راح يختم هذا الشيء الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده، ان تقوم الهيئه الوطنيه لاداره الطوارئ والازمات بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الوطني والمحلي بعقد تمرين طاوله والخروج بتوصيات ودروس مستفادة من هذا الملتقى إن شاء الله. نعم سعادتك، يعني لو تحدثنا عن أهمية هذا الملتقى خصوصا بهذا التوقيت. نعم، حقيقة يعني تأتي أهمية هذا الملتقى من ضمن التوجيهات الدائمة لسيدي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، وكذلك بمتابعة دائمة من رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث معالي علي السعيد النيادي، في ضرورة السعي للاستفادة قدر الإمكان وبشكل ممنهج من الدروس التي تعلمناها ولازلنا حقيقة من أزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى أن العالم لازال حتى الآن يعيش في حالة من الترقب والقلق خوفا من دخوله مجددا ولو حتى بشكل مفاجئ في أزمات ناشئة من أوبئة جديدة، حتى لا يدخل مرة أخرى في صدمة تشل قدرته على التعافي. جميل. لذلك الهيئة الوطنية ارتأت إضافة محور خاص باستشراف مستقبل أزمات الأوبئة أو التهديدات البيولوجية إلى سلسلة المحاور التابعة كما قلت سابقا للمراجعة الوطنية التي تقوم بها في هذا الوقت الهيئة. طيب جميل، أنت ذكرت أحد المحاور، ماذا يتضمن أيضا الملتقى؟ الملتقى هو عبارة عن جزئين حقيقة. الجزء اللي الحمد لله اليوم الأول خلصناه، تم إنجازه حيث تم استضافة نخبة من المفكرين والمختصين إن كان في علوم الأوبئة أو علوم إدارة الأزمات وكذلك علوم استشراف المستقبل، واذكر هنا سعادة نائب رئيس الهيئة سعادة اللواء عبيد الحصان اللي دخل بكلمة عن عقل المستشرف، وكانت حقيقة يعني مداخلة متميزة غير تقليدية. كذلك تمت استضافة عندنا خبراء مثل سعادة أطرف شهاب الرئيس التنفيذي للمختبر المئوية بمكتب التطوير الحكومي المستقبلي، وكذلك سعادة الدكتور علوي الشيخ، وتكلموا في هذا الجزء الأول. الجزء الثاني اليوم بعد كذلك تم، كانت هناك عروض وكلمات من خبراء مختصين في هذا الجزء من داخل الدولة أو حتى خارجها، كانت بعضها عروض حضورية والآخر عبارة كانت عن اتصال مرئي. كانت مثل عندنا كمثال الدكتورة حبيبة الصفار وبروفيسور عبد الملك، الدكتور مروان الكعبي، الدكتور راشد الغافري، وكذلك كان في لقاء مرئي مسجل من البروفيسورة أرينا. جميل. إن شاء الله باكر راح نستعرض اللي هو الجزء الثاني من هذا الملتقى كاستشراف المستقبل، وراح يكون عبارة عن استعراض السيناريوهات المحتملة على أساس أن احنا نحاول بعصف ذهني وضع حلول وإجراءات على أساس أنها في مراحل مستقبلية يتم عقدها أو إتمامها من نعم. المؤسسات ذات الاختصاص. نعم. يعني سعادتك اللي عرفناه أنه بعد أن الملتقى ركز على الشباب والتعاون بين الدول والمؤسسات العلمية، ليش هذا التركيز؟ الملتقى استشراف المستقبل، وصراحة الشباب هم أصلا حجر الزاوية والحصة الأكبر من ذاك المستقبل. نعم. وهم إن شاء الله من سيكونون مستشكله، وهم من سيتعاملون مع أزماته. أما المؤسسات العلمية اللي كان حضورها اليوم قوي، هي من تشكل الفن والخبرة والعلم الذي يكون خاصة منهجيات استشراف المستقبل. لذلك يعني كان لا
لابد من الضرورة في هذا الملتقى أن نجمع الشباب مع المؤسسات العلمية لتشكيل واستشراف ذاك المستقبل، وهو عبارة صراحة في هذا المجال يعتبر مجال غامض ومعقد. طيب الآن تركز جلسات النقاش في الملتقى على التكنولوجيا الحيوية وأيضا الذكاء الاصطناعي والإرهاب البيولوجي وغيرها، يعني هذه المواضيع أكيد تم اختيارها بعناية، لذلك نريد أن نستفيض فيها. نعم، طول في عمرك، علم البيولوجيا بشكل عام إن كان مخاطرة أو بيئة أو تهديدات بيولوجية، يعني إن كان بقصد أو بدون قصد، يعتبر صراحة مجال معقد وشعب وغامض، ويحتوي على كثير من المعلومات والتشعبات والبيانات. لذلك إدارة الأزمات الناشئة من هذا المجال صراحة ستحتاج إلى توفر المعلومات في الوقت المناسب ومن الجهة المناسبة. لذلك معالجة هذه الكمية الهائلة من المعلومات على أساس أنها تخدم صناع القرار ومن بعدهم متخذي القرار سيحتاج منا إلى استخدام وتوظيف الخوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه المعلومات. نعم سعادتك، يعني الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كان لها دور مهم في محاربة كوفيد-19، شو هي الصعوبات اللي واجهتكم وشو هي التحديات اللي تواجهكم اليوم؟ حقيقة يعني أزمة كوفيد-19 كانت أزمة مهيمنة على عدة أزمات، الجميع لمس أن هذه الأزمة اللي كانت عبارة عن وباء جاءت بأزمات أخرى، أزمات اقتصادية وسياسية وعلى يمكن على جميع المستويات والأصعدة. صراحة يعني التحدي الأكبر كان في بدايات الأزمة. بدايات الأزمة صدمت العالم أجمع وجعلت المجتمعات صراحة تنكمش حول نفسها من أجل تحقيق غاية البقاء. المجتمع الإماراتي لم يكن بمنأى عن تأثير التفاعلات الدولية أو حتى الداخلية. فمن إحدى التحديات اللي كانت محسوسة لدى الأغلبية هو مدى تقبل أطياف المجتمع الإماراتي للإجراءات الاحترازية قبل أن تبدأ هذه، بالإضافة إلى ظهور بعض القلق المجتمعي في البدايات من كفاءة مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه الأزمة. لكن الحمد لله وفي زمن قياسي وفي بدايات هذه الأزمة أثبتت مؤسسات الدولة تتقدمها الحمد لله قيادتنا الرشيدة بالكفاءة المطلوبة في التعامل مع هذه الأزمة. نعم، وكما تذكرون كان لكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه الموجهة إلى جميع أطياف ومؤسسات الدولة عبارة عن استراتيجية واضحة للعمل ورسالة اطمئنان للمجتمع، وكلنا نتذكر مقولة الشهيرة لا تشلونها. طبعا أكيد سعادتك، يعني نحن نشكركم، ومع زيادة المؤتمرات وهذه الاستشرافات نرى المسؤولية تزيد عليكم، ولكن أنتم قدها إن شاء الله، ونتمنى كل التوفيق. سعادة حمد سيف الكعبي المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والملتقى، شكرا لك. شكرا لك، جزاكم الله خير وانتم بعافية.